السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم حبيت أصور هذا الطقس السيء اللي الشتاء ما يقبل يحل. بسبب البارحة أطلقت الطيور الخضري مالاتي، واليوم أنا يعني كلش يعني جدا قلق بشأنهن، لأن هي طيور تربية قفص وصعب راح تلقى طعامها، والجو الخارجي يختلف درجة الحرارة عن الداخل. ممكن يعني أنا البارحة ارتكبت خطأ بحقهن، ممكن راح يتأذن بريد وجوع، ويعني عالم جديد بالنسبة إلهن، طيور إنتاج أقفاص. وما أعرف ما أعرف وين صار بيهن الوقت، ما أعرف شلون وين يعني ممكن يعني اتوقع يعني صار بيهن شيء، يعني ما اعرف. اليوم 11/4/2021. يعني البارحة شفت الجو، يعني الفيديو هنا موجود، موجودات البارحة من طيارتين، كان الجو طقس حسن ويعني وكلش حلو. فأنا قلت بعد مستحيل، يعني ما معقولة راح تجي موجة برد أو ثلج أو أمطار قوية. قلت حتى ذا يعني ممكن زخات بسيطة، ولكن هذا هو، هاي طبيعتهم بعد. هاي هنا، هاي بعد اسكندنافيا. لازم يتحمل هنا هذا اليوم، باكر اعتقد الجو زين. يا ريت هسه القاهن بمكان واجيبهن كلهن هنا ارجعهن واطلقهن مرة ثانية من يصير الجو زين. ما اعرف بعد، اتمنى يعني تصير امورهن بشكل جيد. في امان الله.